السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم جيت لكم بأكلة عراقية كلش طيبة، وهاي الأكلة العراقيين يسووها، وخاصة أهل الوسط والجنوب. أنا من الكركوك، وهي تقريبا بشمال بغداد. هناك احنا تقريبا ما كنا نعرف هذا الأكلة، ما مسوينها، فيوم هاي تعلمتها هنانا من وحدة جابت لنا أكل ثواب، فكانت مسوية هذا التمن باجلا أو الرز مع الباقلا، فجابتها وشفناها كلش طيبة ويا الشبن، عجبنا طعمها فسألتها وجربتها وسويتها. بس أنا راح أسويها على طريقتي، وهي كانت مسويتها على غير طريقة، فيا رب تعجبكم طريقتي ويعجبكم الطريقة اللي راح أسوي بيها. والمكونات هي هنا عندنا إشبنت الضروري يعني، وعندنا الباقلاء الخضراء اللي منزوعة من القشور مالها، مكتوب هنا هذا عندنا هنا يمكن مصري، فول مفصوص أخضر تكون مجمدة يبيعوها مغلفة هيجي باكيت، وملح ومي دجاج مرق دجاج، وعندنا زيت الدهن زيت النباتي، وعندنا الرز أو التمن احنا نسميه، وكميتها هي أنا مسوية من عندها 4 قلاصات. وأكيد مثل كل مرة مثل ما أقول بأن أنتو تقدرون حسب ما أنتو تحبوها الطعم، فتضيف الرز او التمن تضيفه او تطلع من عنده، ونفس الشي بالنسبة الباقلاء وحتى الاشبنت، اي شي يعني انت حسب انت الطعم عندك انت حر بيه، فاللي عجبك تسويه مثل ما هو. بس هذا المكونات الاساسية لهاي الطبخة، وهسه نسوي الطبخة. طريقة العمل: اول شي ناخذ الاشبنت نغسلها، انا حابة اخلي بيه هواية اشبنت بس ما متوفر عندي هاي الكمية الموجودة عندي لهذا اليوم، فاستخدمتها لقيت. لو عندكم اكثر هم يعني يبقى يمكم الطعم فاستخدموه. نغسله ونثرمه صغار، وبعدين نشوف شلون نسوي هالأكلة. وهسه بعد ما ثرمت وغسلت وثرمت الاشبنت، عندنا الباقلة همينة الباجلة طلعتها من أكياسها. بس أول خطوة هو ناخذ نخلي دهن على النار، ويكون هذا الزيت قليل نحطه لأن هو مي الدجاج بها دهن، من الدجاجة نفسها يطلع دهن، فعلمود هذا نستخدم زيت قليل. بعد ما حمينا الدهن حميناها وصارت حارة، هسه نضيف لها الباقلة وشوية نخبطها ونعوفها شوية تنقلي يعني تقلب النار. بعد ما حمست الباجلة أو الباقلة زين، هسا ضفت لها الإشبن وأقوم همينة ويا بعض أحركهم وأستمر أقلبهم وأحركهم ويا بعض إلى أن يستوون اثنيناتهم، وشوية الاشبنت همينة تقوم تنقلي وتتحمس زين. بعد ما قليتهم كلهم سوا وشفتهم حلو استووا شوية وتحمصوا زين، هسا اضفت لهم قلاصين ماي، قلاصين ونص، قلاصين ونص ماي ضفت لهم لان انا مسوية 4 قلاصات من الرز التمام، وهمينة عندي مية الدجاج ضفتها همينة عليها. وهسه اتركهم يفورون ويا بعض شوية، اغطيها بالغطاء واتركها تفور. وبعد ما تقوم تفور نضيف لهم الملح، ونخبطهم. وهسه الماي لان جاية تفور
راح نقوم نضيف لها من شنو، نضيف لها الرز التمه. وهاي الاكله ما تحبه هواية مي، بنشوف المي يكون هيك عليها يعني مبينه قليل يعني طالعه فوق التمه فوق الرز. واكيد عندنا هذا الرز منقوع ومغسول، وهسه نعوفها تفور ويا بعض. ما يفور المي من عنده ويتبخر، نقلل الحرارة ونتركها إلى أن تنضج على كيفها. هسه نراقبها نشوف إيش وقت المي مالها كلها تتبخر حتى نصي الحرارة منها. وهسه بعد ما تبخرت المي تقريبا كلها من التمة أو رز، فشنسوي نغطيها ونتركها المدة تقريبا ربع ساعة. ودائما من نقلبها التمة نستخدم الشوكة أو الشطل حتى ما نخربها ما نكسرها، لأن إذا استخدمنا الملعقة القاشوقة راح تنكسر التمة، فنستخدم الشطل يكون أحسن حتى يبقى التمة صحيح ما منكسر. وهسه قللنا الحرارة أقل شيء ونتركها لمدة ربع ساعة ونرجع نشوف شلون تصير. وهذا يكون الشكل النهائي للطبق، ويا رب تعجبكم. طبق سهل وسريع ومكوناته رخيصة، احنا ناكلها ويا الدجاج أو السمك ما يفرق، حتى ويا اللحم. ولأن اليوم أنا سويته ويا الأفخاذ الدجاج، الماي ماله استخدمت بيه فناكلها ويا أفخاذ الدجاج. يعني الواحد يقدر يسوي ويا أي شيء، تقدرين أنت مثلا تطبخي ويا ماي اللحم العادي أو بدون أي ماي لحم، تستخدمين الماجي بيها، هاي مكعبات الماجي، ويكون همينة طيب. ويا رب يعجبكم الطبق وتجربوها وتشوفون طعمه كلش طيب. ماكو احد يجربها وما يعجبه هذا الطبق. واذا عندكم اشبنت اكثر استخدموا اكثر يعني، واذا كان فريش يكون افضل من المجمد، لان يعني دائما طعم اي اكل اذا كان فريش احسن من اللي متجمده. والف عافية عليكم، واشكركم على المتابعة، ولا تنسوني باللايك والاشتراك والشير، والى اللقاء في الفيديو القادم. مع السلامة.